أنا يا القصيد العذب عطني من الجزلات بمحفل كبار الشان بأبيات حصرية هنا بنشوش المعنى ولا بنعسف الصعبات هل أجل عيني من فعله على العز مهرية ألا يا القصيد العذب عطني من الجزلات بمحفل كبار الشان بأبيات حصرية نبي نشوش المعنى ونبي نعسف الصعبة لأجل عين من فعله على العز ماريا جوسي لي من شاشة تشوش العذب نوادر قصيدي بالكف وراعي الهي بعدها برحب الرجال على الوفات رجال قدم كل جديد وحصري أجمل الأبيات لأنك ولد منه فعوله رجولي يا مخلف زهم تهجاك كله رفيع الذات نومس ينومس والفعاير رهاوية هذا أبوك يا فيصل كم حارب الهزلة هذا اللي عليه المدح والمد راعي حولك أخواني في وقت الشدايد عبد الرزاق اسمه يزين لنا الأبيات هذول أعضدك اللي لهم فعل يا حيا عبابك عباب الجود في ساعة الضيقة رجال فعايلهم بالأمجاد مبنية وخوالك ترى كرام لهم رأيه وبصمة لهم سجل التاريخ وقفات مرئية خوالك خوالك يا لكم ريبهم اثبات عزال وسلي لهم رجال لهم بصمات ما هي طبيعية ومبروك يا فيصل وافعالكم إثبات تواريخ ربعك لا أبد غير منسي ألا يا القصيد العذب عطني من الجزلات بمحفل كبار الشان بأبيات حصرية نبي نشوش المعنى ونبي نعسف الصعبة لأجل عين من فعله على العز ماريا جوسي لي من شاشة لأنك ولد منه فعله رجولي يا مخلف زهم تهجاك كله رفيع الذات ينومس ينومس والفعاير رهاوية هذا أبوك يا فيصل كم حارب الهزلة هذا اللي عليه المدح والمد راعي حولك أخواني في وقت الشدايد لهم صلاة سلالين على الجنة حرارة عبد الرزاق اسمه يزين لنا الأبيات هذول أعضدك اللي لهم فعل يا حيا عبابك عباب الجود في ساعة الضيقة رجال فعايلهم بالأمجاد وخوالك ترى لهم رأيه وبصمة لهم سجل التاريخ وقفات مرئية خوالك خوال عيالك وطيبهم إثبات عزة النفوس اللي لهم رجال لهم بصمات ما هي